لم يفوتك الكثير إذا بدأت المتابعة في هذه اللحظات. يلعبها في المسليمة، لعبة في المرمى، ضربة الأولى. الآن لديهم فرصة التعويض ولا يزال عندهم المزيد من الوقت. بينية رائعة. ساديو ماني يستلم الكرة من الخلف. ساديو ماني تمريرات قصيرة رائعة وسريعة. ليفاندوفسكي تلعب كرة عرضية راسية. كوليبالي ميسي ليفاندوفسكي ماني دي بروين. الآن فرصة للمرتدة، تمريرة جميلة على الطرف، جاهز لاستلام الكرة. ماني عرضية من ماني ليفاندوفسكي وعرضية ومرة ثانية. استغلال الفرص بشكل أفضل واللعب بثقة أكبر. هذه التسديدة تعبر لك عن إحباط كبير لموجود بين أعضاء الفريق ككل. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. ويعود لمسة بينية. إدري يستقبل الكرة.